شوب عليك يا لالة تنفايس، تبارك الله عليك يا لالة، العاشق في النبي صلى عليه، سلام على رسول الله، إلى جا سيدنا محمد، اللهم عجل عالي. السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اكيد انتم كتشوفوا لا فيديو ديالي في احسن الاحوال. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد لا فيديو اللي زوين بزاف، هو ان اليوم بالضبط اليوم عيد الاضحى. حاولت انني هذا لا فيديو هذا غنخليه بوحديته باش ان شاء الله نشارك معكم الفرحه ديالي الثانيه كما كنقولوا. اليوم بالضبط انا تفكيت على خير كما شفتوا في دي فيديو اللي قبل اللي شاركت معكم، ولدت وكل شيء، غير هو ان السبع ايام ديال لو بيبي او لا السميه ديال لو بيبي باش الانسان يربح الاجر ديالو انها جاتو في نهار العيد الاضحى بالضبط. هذاك الشيء علاش غنكونوا كنعيدوا وفي نفس الوقت غنكونوا عندنا السميه ديال لو بيبي، بحكم ان كل شيء معيد في دارو، يعني ما كاين لا عائله لا حتى شي واحد. غادي نشارك معكم السميه الاولى، يعني كما كنقولوا الذبيحه الاولى، وعاد ان شاء الله الذبيحه الثانيه باذن الله. اليوم غادي نسميو لو بيبي كما قلت لكم، وغادي نذبحوا له الضحيه ديالو اكيد ان شاء الله باذن الله بالضبط نهار العيد. كمل 7 ايام. الحمد لله، اللهم لك الحمد. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم، وما تنساوش لي لايك والبارطاج باش تزيد العائله ديالنا تكبر وتكبر وترحبوا بلو بيبي جديد ان شاء الله باذن الله. خليكم معنا اليوم حتى الاخر ديال لا فيديو باش تعرفوا حتى السميه اللي سمينا لو بيبي، وتشوفوا الاجواء ديال الذبيحه ديالو ديال 7 ايام ان شاء الله باذن الله. يلا خليكم معنا. مشاهدين كل شيء بخير على خير، الله يبارك فيكم. اليوم ان شاء الله كنشارك معكم اجواء العيد، وبالمناسبه كنشارك معكم السميه ان شاء الله باذن الله. وهذا هو الحولي ديال السميه ان شاء الله، هو هذا اللهم بارك، وهذوك حوله ديال العيد ان شاء الله، ما شاء الله اللهم بارك. عيدكم مبارك سعيد، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله، وتبارك الله عليكم. بسم الله، فحقيقة تنقولوا ما دي بخصها شبان، بسم الله تنقولوا بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك. هذه عقيقة صهيب، الاسم اللي اختارينا هو صهيب، هو صهيب، اللهم بارك وزد في ذلك، اللهم سخر الحمد لله، يا رب اجعله من الصالحين. بسم الله والله أكبر، اللهم اجعله من الصالحين، اللهم اجعله، بسم الله والله أكبر، بسم الله 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 ال
كيعجبنا هذا العيد والاجواء ديالو وكلشي ديالو الحمد لله اللهم لك الحمد. واكيد الفرحه ديال لو بيبي انه تزاد وسبحان الله سبحان الله سبحان الله ان السبع ايام ديالو اولا الاسم ديالو يعني باش الانسان كيربح الاجر في السبع ايام. واخا كيقولوا ان يمكنك انك تذبحي في 15 اليوم ولاني الانسان الا بغى يربح الاجر في الاسم ديال لو بيبي هو انه خصو يذبح في السبع ايام. والسبع ايام ديالنا جات بالضبط نهار العيد. ديجا سولنا الفقيه ديال الجامع قلت له النهار اللي ولدت فيه والساعه اللي ولدت فيها وكل شيء وقال لي السميه ديالو بالضبط جاتك نهار العيد خاصك تذبحي له نهار العيد بالضبط. وهذاك الشيء علاش جينا وشرينا له حتى هو عيطنا نيت للفيرما وقلنا له صيفط لنا حولي واحد اخر باش غادي نسميو ان شاء الله لو بيبي. ومازال ان شاء الله غادي ندير له العقيقه وغندير له السميه واحده اخرى يعني ماشي السميه واحده اخرى يعني غندير له حولي واحد اخر وغندير له العقيقه بالقطعي ديالها كاسره مغربيه كما حنا موالفين. ولاني اكيد خصنا باش كما قلت لكم نربحوا الاجر ديالنا واننا ذبحنا له حولي باش سميناه نهار العيد بالضبط. وشاركنا معكم الاسم ديالو والاسم ديال صهيب. صهيب الاسم عنده واحد المعنى اللي رائع بزاف بزاف وزوين وانا فاش قريت المعنى ديالو عجبني بزاف. وهذا الاسم هذا كان من اختيار الام ديالي اللي كان كيعجبها هذا الاسم هذا وهي اللي سماته ان شاء الله باذن الله. وقريت المعنى ديالو عجبني بزاف وكل شيء صراحه عجبو في العائله لا حسن لا خواتاتي لا كل شيء كان عجبو هاد السميه هذه واختاريناها له الحمد لله اللهم لك الحمد. وكما شفتوا الاجواء ديال العقيقه دازت بسيطه جدا بسيطه بسيطه اللهم لك الحمد. اهم شيء هو اننا خاصنا نربحوا الاجر ديالنا في الاسم ديال الوليد ديالنا يتربى ان شاء الله في عزنا وفي عز بابا وماما والعائله الحمد لله اللهم لك الحمد. كما شفتوا سميناه صافي دابا ان شاء الله غادي نكمل معكم لا فيديو غادي تكونوا ديجا تفرجتوا فيه لا فيديو باش غنمشي دابا نكمل معكم ديال العيد الاضحى كيفاش كندوزوه كيفاش كنشطوا كيفاش كنضحكوا كيفاش كلشي الحمد لله. قلت هذا خاصني ما نضيعوش خاصني ندير لكم لا فيديو ديالو بوحديتو باش تعرفوا شنو اللي كاين وهادشي اللي كاين. شفتوا كيفاش سمينا لو بيبي واختارينا له الاسم ديالو وشاركناه معكم. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم وما تنساونيش دائما احبابي من لي لايك والبارطاج للقناه باش تزيد العائله ديالنا تكبر وتكبر. وكاملين بغيتكم اللي اول مره كيشوف هذا الفيديو هذا يرحب لينا بالسي صهيب ويدير له واحد اللايك ويشترك عندنا في القناه. دابا هو راه هو تزاد عندنا في الاسره ديالنا معنا الحمد لله في القناه ديالنا اكيد ان شاء الله باذن الله. يلا حبايبي خليكم مع فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.